من جديد، عادت هواجس الشح الغذائي العالمي تراود دولاً عديدة بعدما أعلنت روسيا انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. فموسكو تقول إن الاتفاق انتهى عملياً بسبب عدم تلبية الشروط الروسية في الاتفاقية، ومنها إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت المالي، وكذلك السماح بتوريد قطع الغيار اللازمة للزراعة الروسية، وإلغاء حظر لوجستيات النقل والتأمين، وإعادة إحياء خط أنابيب الأمونيا تولياتي أوديسا، وإلغاء تجميد أصول الشركات الروسية. وترجع موسكو عدم تلبية الغرب لهذه الشروط إلى العقوبات التي يفرضها على الصادرات الزراعية الروسية، خاصة الأسمدة. في المقابل تقول واشنطن إن القرار الروسي لا يعدو كونه ألاعيب سياسية يدفع ثمنها الملايين، وإن الحبوب التي تحتجزها موسكو حالياً هي في الحقيقة احتجاز للإنسانية. أما الأمم المتحدة فقد اعتبرت أن القرار يهدد مئات الملايين ممن يواجهون شبح الجوع ومن يواجهون أزمة في ارتفاع كلفة الحياة. لكن روسيا لديها ملاحظة أخرى، مفادها أن الاتفاق يعلي المصالح التجارية على الأهداف الإنسانية، وهو ما يؤكد أن الهدف الإنساني من ورائه لم يتحقق. وبناء على كل ما سبق، سحبت موسكو الضمانات الأمنية للملاحة في شمال غرب البحر الأسود، ليبقى مصير أكثر من 20 مليون طن من الحبوب مجهولاً، بينما مرورها قد يسد رمق ملايين الجوع حول العالم.